مشاهدون قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة الحي الحسني سوق العرج. في هذه الأثناء السلطات المحلية بقيادة السيد قائد الملحقة ديال الحي الحسني دايرين حملة بخصوص الأشخاص اللي كيباتوا داخل محلات العمل ديالهم، وهذا الشيء كيشكل خطر عليهم الإخوان. فشوفوا معايا في هذه الأثناء السيد القائد رفقة أعوان السلطة وكذلك العناصر ديال القوات المساعدة دايرين حملة كبيرة هنا في سوق العرج. هذه الثالث مرة كيدخلوا هنايا بخصوص الأشخاص اللي كيباتوا داخل المحلات. كيف ما سبق لنا وصورنا في لافيراي ديال الحي الحسني شلات فيها العافية بسبب الأشخاص اللي كيباتوا داخل المحلات، فالسيد القائد لهم بالمرصاد وما كيعقل على حتى شي واحد. فالمحل ديال الخدمة ماشي ديال النعاس، المحل ديال الخدمة ماشي ديال النعاس الإخوان. شوفوا معايا شنو واقع، شوفوا شنو واقع الإخوان في هذا الأثناء، شوف شنو واقع في هذا الأثناء. شوفوا معايا شنو واقع الإخوان. شوفوا معايا شنو واقع الإخوان. شوفوا الإخوان، يعني هادو حصلوا الإخوان بيتين داخل المحل، غيديروا معاهم الإجراءات اللازمة. الله يدير شي تاويل ديال الخير يا ربي، فحفاظا على السلامة ديال المواطنين والسلامة ديال هذا السوق هذا. يعني كيقولوا لهم ما خصكمش باتوا هنا، هذه المرة الثالثة الإخوان وهم كيدخلوا على هذا السوق هذا، سوق العرج بمنطقة الحي الحسني. أي واحد كيبات داخل السوق فراه كيديروا معاه لازم. السوق ديال العمل ماشي ديال النعاس ولا المبيات. شوفوا معايا شنو وقع الإخوان بمنطقة الحي الحسني سوق العرج. السلطات المحلية بقيادة قائد الملحقة ديال الحي الحسني راهم دايرين الإجراءات هنا باش يشوفوا هاد الأشخاص اللي كيباتوا داخل المحلات. يعني كاينة تعليمات بأن حتى واحد ما خصو يبات في المحل ديال الشغل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حفاظا على السلامة ديالهم، الله يستر شي واحد يقدر يموت داخل المحل، يقدر تشعل فيه العافية داخل المحل. هادشي علاش دايرين هاد الحملة هادي لصالح تجار ديال هاد السوق. نشوفوا انتم الاخوان البوطال المانا كل شيء كيخرجوا لهم. شوفوا البوطات الاخوان، هذا الشيء كيشكل خطر على السوق كامل
وعليهم هما بنفسهم يعني ال هانتوما شوف حملة كبيرة كتقودها السلطات المحلية بالحي الحسني باش حتى واحد يبقى داخل المحل ديالو. شدينا الارض اخويا شدينا الارض فهمتك فهمتك هما اصلا رجينا على قبلكم صاحبي حيت راك عارف رشي لافيريش طرا لها بسبب وحدين كيفاش وانا ديال المره الثالثه اللي كيجيو هنا راه لصالحكم ماشي فهمتيني راه لصالحكم ماشي شي حاجه اخرى سير المسيح ديال يكون شي عود يطيح غير شي تاوي ديال الخير نتلاقاو في بيت اخر ان شاء الله من دابا شويه تبقاو على خير.